مرة تانية رجعنا لكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحبة وأنا معهم. البعض هيقول طيب المذيع لابس كمامة، طب الضيوف مش لابسين كمامة، طب أنت لابس كمامة ليه؟ لابس جوانتي ليه؟ أنا لابس كمامة ولابس جوانتي، وحبيت إن أنا ألبس الجوانتي، حبيت إن أنا ألبس الكمامة عشان الناس لازم تتعود إن أنت ما تتكسفش في الشارع، البس الكمامة. لو راكب المواصلات البس الكمامة. لو راكب اي داخل اي مكان في زحمه في ناس يعني البس الكمامه والبس جوانتي. زي ما قلنا بلاش سلامات، بلاش بوس، بلاش احضان، بلاش الكلام ده كله. ده السلام هو السلام عليكم، ومن بعيد كده نعمل كده او نعمل كده اهو يعني، او ايه تقول له ايه على راسي يعني، ايه كل ده ايه اللي احنا ايه بنعمله. عشان كده النهارده موضوعنا موضوع مهم جدا، موضوع الكورونا. موضوع الكورونا ده يعني في شقين. النهارده اغلب الناس النهارده في مصر او في العالم اول لما بيحصل اي حاجه بيجروا على الصيدليه عشان يشوفوا ايه الصيدليه فيها، اذا كان فيها كمامه او اذا كان فيها الكحول اللي هو السبراي او الديتول أو 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 أو, او 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 الحاجه الثانيه بيجروا بيسالوا مش الدكاتره البيطريين. الدكاتره البيطريين مهم دورهم جدا، لاني البعض يقول لك ايه طب ايه اهميه الدكتور البيطري او في هذا الفيروسات. لا، ده الدكتور البيطري مهم جدا وجوده، اللي احنا نستشيره ونستضيفه ونقول له إيه هناكل ايه وهنعمل ايه وهنسوي ايه ويحذرنا من ايه وايه، لان هو عنده عارف ايه الفيروسات اللي موجوده وغير والقادمه ايه في المرحله القادمه في العالم ايه كله. عشان كده حبيت النهارده في صحبه وانا معهم ان انا استضيف الدكتور شهاب عبد الحميد الامين العام لنقابه البيطريين العرب. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. استضيف ايضا الدكتور الشاب رامي مصطفى رامي عمرو مصطفى. اهلا بك يا دكتور رامي. اهلا بيك. دكتور شهاب، يعني خليني في البدايه اسال، هو الناس بتقول ما علاقه الطب البيطري بالفيروسات؟ اولا طبعا هو الفيروسات اي فيروس هو مشترك ما بين الانسان والحيوان. ولو نرجع بالتاريخ بالذاكرة هنلاقي ان اغلبية الامراض اللي جات للانسان كلها او اللي هي الفيروسية اكترها جاية عن طريق الحيوان. وبتحديدا في مجموعة في الكورونا، الكورونا هي عبارة عن فصيلة فيها مجموعة من الفيروسات، مجموعة مختلفة كلها تقع تحت مسمى الكورونا. ظهر لنا منها حالتين قبل كده او حاجتين قبل كده وكانوا جايين من الحيوان، السارس وطبعا كلنا نتذكر ما حصل فيها، ومرض كان اسمه الميرس، وده كان بيجي عن طريق الجمال، كان في حوالي سنه 2014 واتحصل برضه، بس الحمد لله استطعنا ان احنا نسيطر عليه وما يعملش اي مشاكل خالص. النهارده انت قدام فيروس من مجموعه الكورونا، والخطوره اللي موجوده عندك دلوقتي حاليا ان هو اصبح ينتقل من انسان لانسان. يعني كانت زمان السيطرة بتبقى لما بيبقى من حيوان لإنسان، الطب البيطري قايم بدوره بيستطيع ان هو يسيطر على الأمراض الوبائية كلها الخاصة بين الحيوان اللي بتنتقل للإنسان. النهارده الفيروس تحور وظهر لنا اللي هو الشكل الجديد كورونا في 19، أصبح هذا الفيروس بينتقل من إنسان لإنسان، وده الخطورة اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، والناس الأطباء البيطريين كان هم ليهم دور كبير قوي لما كنا بنتكلم على إنفلونزا الطيور. وكان كل تخوفنا في المرحلة ديت ان الفيروس يحصل له تحور، وان التحور بتاعه ينتج عنه ان فيروس ينتقل من انسان لانسان. لكن ده ما حصلش، واستطعنا الحمد لله بان احنا نتسيطر عليه في الى حد ما، طبعا على مستوى العالم، لكن على مستوى مصر ما كانش في نجاح شديد قوي. لكن بالنسبة للكورونا ظهر لنا بقى الشكل الجديد اللي هو بينتقل من انسان لانسان، وده الخطورة. فاللي عايز اقوله ان لا، اي امراض بتنتقل بتبقى بدايتها دائما وغالبا من الحيوان للانسان. ويكفي ان انا اقول لك ان في اكثر من 280 مرض، بل يمكن اكثر من ذلك، بينتقلوا من الحيوان للانسان. طيب قبل بس ما التقي لدكتور رامي، حابب ان انا مخرجنا محمد شحاته يحط لنا ارقام تليفوناتنا وموضوع الحلقه بالتاكيد، لان اي حد عاوز يستفسر ويسال الدكاتره اللي موجودين فيسالهم، فيعني ارقام التليفونات هتكون موجوده على الشاشه دلوقتي لاي ايه في عنوان حلقتنا خليك من فضلك في البيت.
طيب دكتور رامي، يعني خليني اسال، النهارده الناس بتيجي للصيدليه بدل ما تروح للدكتور، فبتلاقي الدكتور اللي هو مختص تلاقيها لقينا زحمه جدا على الصيدليات. هل الصيدليه اصبحت هي تحل محل الدكتور؟ هو بص حاجه، هو بالنسبه للموضوع ده، هو احنا هو ان معظم الحاجات اللي هي التعقيميه او المسؤوله عن مثلا حفاظ الصحه نفسها، مثلا سواء بقى انك تقوي المناعه او انك تخلي بالك، هو البيرسونال هايجين او مثلا الحاجات اللي هي برضو الهايجين النفسي، تمام، ده بقى كله فين؟ في الصيدليه عندنا. دكتور رامي، يعني بس هو مثلا في هو اسمه دكتور رامي عمرو، رامي عمرو محمود، محمود عفوا، اتفضل. رامي عمرو محمود، تمام. فبما انه اصلا يعني الفيروس المفروض احنا اصلا هو عباره عن فيروس رئوي، هو بيعيش فين؟ في الرئه، تمام. فبيبدا مثلا الحالات تبقى ايه، بتبدا بالاول حاجه بالصداع، وبعد كده بيوصل للكحه ووجع في الزور، وبيبقى فيه شويه ايه في الاول ضيق في النفس. الموضوع بعد كده بيتطور لحراره عاليه، صعوبه في النفس، الموضوع بيتطور لالتهاب رئوي، وممكن اخر حاجه الفاينل ستيج بتاعه بيبقى الرينال سوري الكدني فيلير، اللي هو الايه الالتهاب الفشل الكلوي، تمام، بالظبط كده. ما هو ده اكتر، ده الفاينل ستيج اللي بيوصل له الايه الفيروس، وده بالتالي بيؤدي الى ايه الوفيات. طب ما احنا بقى مش هنعرف نتحكم بقى في الحاجات دي، في السيمتومز دي او الاعراض دي، فاحنا الكلام ده كله بقى ساعتها بنلجا للايه للمستشفيات. بس عشان نتغاضى بقى عن الفيروس نفسه، فمحتاجين الايه الحاجات زي الايه الكحول، ولازم يكون نسبته 70%، وده لان ان هو الدرجه دي. طب يعني قصدك تقول ان ده الكحول، يعني مثلا واحد ده الكحول، تمام. هل ده اللي هو نسبه ايه 70 ايه في المية؟ هل انا دلوقتي حطيته على ايدي، هل لازم احط كل شويه على ايدي ولا ايه بالظبط يعني؟ اه بالظبط، هو لازم تحطه كل شويه على حسب برضو ايه، يعتمد على الاماكن اللي انت حضرتك احتكيت بيها. هل احتكيت بناس، هل احتكيت مثلا في اماكن عامه، مثلا مسكت مثلا فتحت باب، سندت على مثلا الترابزين بتاع السلم، اي حاجه، الحاجات دي طبعا ايه كل الناس بتبقى ايه ماسكاها بتلمسها، فدي طبعا عرضه من ضمن الحاجات ان ايه تتنقل للناس بالطريقه دي. فلازم طبعا الكحول ده بيبقى كل شويه. الجوانتيات يفضل طبعا ما تستعملش غير في يعني يكون بره البيت، طبعا جوه البيت ملوش لازمه، ان ده طبعا يعني الفيروس مش هيتخلق مثلا في بيت ما فيهوش الفيروس، تمام. الماسكات كالاتي، الماسكات برده لازم تكون فين؟ في حدود مثلا برده ايه للناس اللي بتحتك بالمرضى، خروجك في الشارع طبعا، بس طبعا موضوع خروج الشارع ده طبعا في اليومين دول ممنوع، اللي هو المفروض كل واحد يبقى قاعد في بيته، عشان بس ايه كل واحد يبقى الاعراض ما تنتشرش، والناس تبقى الى حد ما تبقى ايه يبقى نقدر نسيطر على الموضوع، وان احنا ايه الموضوع ما ينتشرش بطريقه اسرع باسوأ مثلا، ويبقى مثلا عدد الحالات اعلى، وممكن الوفيات تزيد خاصه بقى في كبار السن مثلا والحوامل والاطفال، الناس اللي هم ما عندهمش المناعه القويه. طيب قبل ما نروح للدكتور شهاب، يعني هو سؤالي بس هروح لاحد المتصلين، بس سؤالي هو حضرتك، يعني المرض ده الحيوان، يعني هو اول ما اكتشف في الصين، والسارس برضو اكتشف في الصين، وبعض الامراض، هل نتيجه ان هم اكلهم الحيوانات اللي هي زي الخفافيش والحاجات دي كلها؟ خلينا اعرف بس من حضرتك، بس خلينا اخد اول اتصال. استاذ محمد، اتفضل استاذ محمد. السلام عليكم يا فندم. عليك السلام، بس وطي التلفزيون لو سمحت. حاضر يا استاذ. بقول لحضرتك دكتور عمرو، بعد اذنك، في كذا حد طلع على شاشه التلفزيون كانوا بيتكلموا عن السل والميه، ان هو مطهر صحي وان هو بيمنع الفيروس والكلام ده كله، فقلت حضرتك يا دكتور عمرو بعد اذنك تقول لنا ايه المفيد، ايه المفيد بعد اختفاء الكحول طبعا اللي احنا مش لاقيينه دلوقتي، ايه المفيد لينا اللي احنا نعمله في بيوتنا؟ انا طبعا انا راجل واخد اجازه فما بخرجش خالص، فحضرتك قول لي ايه المفيد ان انا اعمله في بيتي، اطهر نفسي ويعني بطهر البيت، وطبعا احافظ على زوجتي وعلى عيالي، وبحيث ان انا برضو ما اخرجش كتير من البيت. طيب هو بس شكرا محمد على السؤال، بس انا بس كنت عاوز اقول لك، يعني حتى لو انت مش لاقي كحول، بس هو الكلوريكس يعني ممكن فيه اللي هو زي ما شرحنا في البدايه، ان انت ممكن تحط يعني ادي حاجه زي كده بخاخه، ادي بتحط جزء من الكلوريكس وبتخفضه بالميه وترش ايه كده اهو، بترش يعني مثلا على الاكرة، على الحاجات الخشبه والحاجات دي، ده على حد اعتقادي. دكتور عمرو، يعني في اجابه سريعه حول هذا الموضوع، يعني هل ده الراجل بيقول لك انا قاعد في البيت وبقالي فتره يعني؟ طيب هو بالنسبه لموضوع الكحول ده، هو عامه مش ناقص بشكل كبير، بس هو لحد ما يعني مختفي، بس يعني الناس بتعرف توصل له.
تمام، في حلول كتيره غيره، في اللي هو الماء الاكسجين. ماء الاكسجين ده من ضمن الحاجات اللي الناس مش واخده بالها ان هو بنستعمله في التعقيم، بس طبعا ما ينفعش بالتركيز الموجود في الصيدليه، عشان التركيز الموجود في الصيدليه بيبقى من بدايه 10 الفوليوم. تمام، هو يفضل مثلا يخفف مثلا على 100 لتر ولا حاجه، سوري 100 ملي. تمام، ويستعمل يبقى مخفف شويه عشان برضو ايه ما يجرحش او ما يعملش ما يسببش اذى للجلد. في طبعا حاجات تانية كنا بنستعملها زي مثلا المساحات الطبيه اللي هي بنستعملها بعد قبل الحقن. تمام، دي برضو فيها كحول 70%، دي برضو ممكن بالنسبه لنا بتبقى معقمه ان هي بتبقى كل واحده موجوده في ظرفها، بنستعملها في ممكن تبقى زي مكان الكحول بالظبط. عندنا طبعا الحاجات اللي هي الهاند جيلز، الحاجات زي الديتول مثلا وما شابه يعني. وطول ما احنا قاعدين في البيت احنا بقى مش محتاجين الموضوع ده. ليه؟ لان احنا المفروض بقى عندنا مثلا الصابون مثلا زي اللي هي الحاجات الديتول واللايف بول اللي هي بتبقى فيها نسبه حاجه مطهره للميكروبات، فساعتها انت محتاج قاعد تبقى قاعد في البيت، فانت خلاص مش محتاج الكحول ده بطريقه مهمه مستمره. بالظبط، هيك كده قاعد تبقى قاعد في البيت بتغسل ايدك وكل شويه وخلاص. كل مثلا واللي في البيت زي ما حضرتك قلت كده ممكن نستعمل كلور لتطهير الاسطح والكلام ده كله، بس طبعا طول ما فيش دخول وخروج وما فيش زيارات للناس وما فيش الكلام ده كله، فمش هيبقى في فرصه لان هو يبقى في الكورونا توصل لداخل البيت، وبالتالي الصابون كفيل بان هو يقينا من الموضوع ده. شكرا دكتور عمرو. طيب دكتور شاب، قبل ما اروح برضه معلش في المنصوره تليفون، بس هرجع لك على طول يعني. اتفضل محمد من المنصوره، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، بس وطي التلفزيون لو سمحت. ايوه اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اتفضل. ازيك؟ الحمد لله، اتفضل يا فندم. كنت بالنسبه للدكتور بس، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك، اتفضل خش سؤالك يا فندم. يعني عايزين نعرف بدايه الاعراض بالظبط ايه، يعني اول حاجه في الاعراض. طيب اوكي، شكرا على سؤالك يا فندم. طب دكتور شهاب، يعني قبل ما نخش على بدايه الاعراض هنا بس يعني كنترول. طب اتفضلي امل، اتفضلي. ايوه اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا ما بطلعش من البيت خالص، وانا حاليا حاسه ان انا زوري وجعني ليا يومين، وامبارح والنهارده عندي ضيق في التنفس، اعمل ايه؟ وانا اصلا ما بطلعش اشتري حاجه ولا بروح ولا باجي، وعندي رشح. فهل كده انا مصابه؟ لا يعني ما اعتقدش يا دكتور، مش كده هيكون مصابه يعني. حراره. طب اعمل ايه ولا اتوجه فين ولا اسال حراره؟ اسال ده درجه الحراره كام؟ ما عنديش حراره، مش سخنه. طيب ما هو بس مش شرط يعني، هو موضوع الحرارة. بس انا زوري وجعني يومين، وبعدين قلب معايا حاليا بكلمك، عندي ضيق تنفس وعندي رشح. طب حضرتك تقدري تروحي تحللي؟ يعني اتوجه انا مستشفى؟ اتوجه مستشفى الحميات 105، الرقم 105 هيوجهوها للمكان المستشفى المناسب. 105 رقم، اتصلي ب 105. يعني انا كده ممكن اكون مصابه ولا هو برد عادي؟ لا ممكن يكون، مش شرط ان انت تكوني مصابه يعني، ممكن يكون برد عادي، بس احسن تصل ب 105. اخد ايه؟ ايه الحاجات اللي انا ممكن اخدها؟ لا يعني هنا في الحاله دي بقى مش هنقول لك تاخدي ايه، لازم تروحي تحللي. طالما انت ضيق التنفس بدا وبدات ان انت كذا، فلازم تحللي يعني. هو الدكتور مش هيوصف لك تاخدي ايه يعني، لانك لازم دمين. تكشفي. شكرا امل. طيب دكتور عبد الحميد، يعني اتكلمنا قلنا هل حضرتك يعني هل الحيوان كان سبب في هذا المرض؟ يعني الصينيين كانوا بياكلوا، في الفرنسويين بياكلوا الفيران وشوربه الضباضع والحاجات دي كلها، الحاجات اللي كان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بينهي عنها. بص، هو عشان تبقى عارف بالنسبه للفيروس اللي موجود دلوقتي اللي هو بتاع الكورونا، لم يحدد حتى الان، عشان ما حدش يفتي خالص، من كل الجهات العالميه وكل المواقع العالميه لم يحدد مصدر المرض ايه. كل اللي اتقال ده كلها احتمالات، ان نتيجه شوربه خفاش والكلام، كل دي احتمالات. لكن تحديدا حتى الان، واشمعنى ولايه يوان دي هي اللي صار فيها، لغايه دلوقتي مفيش تاكيد بهذا الامر. لكن عايزين نقول ان فصيله او مجموعه الكورونا دي كلها دي عباره عن حاجات مختلفه، كل حاجه منها ليها العائل بتاعها المناسب بتاع اللي هو بتعيش معاه، او اللي هي بتبقى قريبه ليه. فالفيروس اللي موجود حاليا دلوقتي ده بينتمي ليه اكتر حاجه، كان ليه هي موضوع الخفاش، عشان كده في كلام على انه اتنقل عن طريق خفاش. احنا عارفين طبعا ان في الصين وفي منطقه شرق اسيا تحديدا، هو دي عادات شعوب، هم بيحب ياكلوا كل حاجه، اي حاجه لها علاقه تمشي على الارض، تمشي فوق الارض، ليها طالما انها حيه بتتاكل.
وطريقة الأكل بتاعتها أو وسائل الأكل بتاعتها ليها طرق مختلفة. في ناس بتاكل حاجات حية وفي ناس بتاكل حاجات مسلوقة وفي ناس يعني حاجات غريبة جدا، غريبة بالنسبة لينا ولمجتمعاتنا. ويمكن ده الواحد بيحمد ربنا سبحانه وتعالى إن العديد من الأديان السماوية حرمت حاجات كتيرة قوي ومنعت حاجات كتيرة قوي لحماية الإنسان، لكن في ناس ما بتقدرش يعني هي ليها عاداتها وظروفها اللي بتعمل فيها دي كده. طيب فانا ما تقدرش تحدد لحد دلوقتي هذه اللحظه اللي بكلمك فيها محدش يقدر يلزم اي نوع من الحيوانات ان هو المسؤول عن ده. طيب معايا اتصال تليفوني احمد، اتفضل يا استاذ احمد. وطي التلفزيون من فضلك. الو ايوه وطي التلفزيون من فضلك. حاضر اتفضل سؤال. معك دكتور احمد عمرو. اتفضل دكتور احمد. ممكن اسال الدكتور رامي عمرو محمود فؤاد سلمى سؤال؟ اتفضل. كنت عايز اسال حضرتك يا دكتور رامي، وليه بالذات بنستخدم الكحول يكون 70%؟ تمام. في سؤال تاني؟ يعني ما ينفعش مثلا هل لو هو 60% مثلا ما يجيبش نتيجه، وهل الكولونيات اللي هي اللي زي الفا والحاجات دي بتجيب نتيجه ولا لازم استخدم الكحول؟ طيب شكرا شكرا دكتور احمد. دكتور رامي. طيب هو حضرتك بالنسبه للسؤال ده، هو لازم نسبه التطهير او مثلا قتل الميكروب لازم يكون نسبه الكحول ما بين 60 ل 70. تمام. لا ما ينفعش يكون اقل من كده، ويفضل انه ما يكونش اكتر من كده. اقل من كده يبقى ساعتها احنا ايه موضوع ان هو يبقى يشتغل كمطهر ده بيبقى مقطوع، ان هو بيبقى مش شغال كمطهر. لكن اكتر من كده بيبدا ايه يعمل التهابات في الجلد. تمام. لكن هو وبالنسبه بقى للمطهرات اللي هي اللي هو الدكتور كان بيسال عليه اللي هو الكولونيات والفاو الكلام ده كله، دي نسبه الكحول فيها كانت 65%، وكنا مع ذلك بنستعملهم برضو كبديل للكحول في الفتره اللي كان مش موجود فيه، ومع ذلك الناس كانت بتاخده، وفعلا هو بيبقى يعني نسبته مظبوطه والى حد ما بيفي بنفس الغرض بتاع الكحول البيور. طيب قبل ما اروح لخالد، معانا تليفون من دكتور خالد، خليني اسال السؤال. يعني النهارده في اتهام للصيدليات ان بعض من الصيدليات يعني او دكاتره الصيدليات يعني بيوصفوا وصفات ما هياش مش من حقهم ان هم يوصفوها للمريض. يعني مثلا في انما زي بره يقول لك لا ينبغي عليك ان انت تتوجه لطبيبك، لكن بعض الا من رحمهم ربي يوصف كانه هو الطبيب، وما هياش دي يعني ما تجيش، ما ينفعش. يعني بره في اوروبا مش مسموح للدكتور الصيدلي ان هو يوصف فيه، هو فقط تغيير، اما ان هو يعني يقول له ايه هو البديل اللي موجود او يوصف له روشته، او ان هو ده كان بيعمل ايه بيراقب ايه التركيب، ودلوقتي ما بقاش فيه ايه موضوع ايه التركيب. طب معلش بس السؤال، هو ده بالنسبه لموضوع الكورونا ولا لا؟ لا ده عامه، ده عامه وخاصه اذا دلوقتي في الكورونا دلوقتي واحد يخش يقول دكتور انا سخن، دكتور مش عارف ايه، دكتور كذا. يعني ده المواطنه اللي سالت شويه طب اعمل ايه كده. طيب هو حضرتك بص، هو يعني الصيدلي كفيل ان هو يقوم بالدور ده في حالات معينه. تمام. احنا بنبقى دارسين ايه الاعراض اللي بتحصل وايه ممكن كل دواء كل عرض نديله دواء ايه، وبنتدخل في حاجات كتيره ولينا الحق ان احنا نعمل كده. خاصه ان انت احنا الادويه اللي تحت ايدينا، يعني احنا اللي فاهمين بس الادويه من اولها لاخرها. الدكتور ماشي. ده انا روشته الدكتور هو اللي كاتب، هو اللي فاهم 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 ايه اللي ايه اللي بيديهولي. طيب ما انا هقول لحضرتك برضو انه بيحصل ساعات هو اي نعم طبعا مع احترامي ليهم هو بيبقوا فاهمين، بس في بلاد بتكتب الروشته بالحاله مثلا جاي لي مثلا عمره كذا مدخن عنده شاف اعراض مثلا كذا 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 عليه. طيب انا برشح او مثلا بقترح على حضرتك ان حضرتك تديله مثلا فئه معينه للسخونه وفئه معينه مثلا ماده معينه للمضاد الحيوي. ما ينفعش مثلا ابقى اكتب دواء باسمه الصريح. ما هو ليه؟ ان انا عندي مثلا في الصيدليه اكتر من مثلا 10 اصناف ليهم نفس الماده الفعاله. طب انا اشمعنى؟ طب ليه انا ما اطلع لك البديل؟ تقول لي لا ما ينفعش او مش عايزه. طب ما البديل هو الماده الفعاله. ما انا بروح للزبون حتى بمسك له كده علبتين او بمسك له مثلا لو هو الدواء اللي هو عايزه المريض يا فندم مش سوري المريض
بمسك له بشوف له الدواء اللي هو كان محتاجه، بوري له الماده الفعاله وبوديله بوري له البديل ان هو المثيل. طيب تمام. بس طب معايا بس قبل ما ارجع لك يا دكتور شهاب، معايا اتصالين، اول حاجه الدكتور خالد بعد كده الاستاذ محمود. اتفضل يا دكتور خالد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. كنت عايز اسال بس، انتوا زي ما انتوا عارفين دلوقتي الكحول يعني صعب قوي نجيبه من السوق، تمام؟ فانا مش يعني ايه المصادر اللي ممكن واحد يجيبها، او ايه البدايل يعني، حتى الكحول سوابز والحاجات دي كلها مش موجوده في السوق، مش عارفين نحصل عليها، فايه البدايل اللي ممكن تساعدنا في حاجه زي كده؟ ماشي، شكرا يا دكتور خالد. معانا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عايز اسال الدكتور حضرتك على موضوع الكحول ده حضرتك. دايما الدكاتره الوقت بتنصح ان بلاش كحول وكلام من ده، هل في حاجه اقوى ممكن احنا نستعملها علشان خاطر يبقى المريض او معوش مريض يحافظ على نفسه ازاي؟ الكلور يعني، ده احنا ممكن نستعمل الكلور يعني، عندك الكلور ممكن تستعمله، بس خلينا انا يعني انا بقى افتيت، لكن الدكاتره الموجودين ممكن ان هم ايه يقولوا ايه مكانهم. شكرا يا استاذ محمود. دكتور شهاب، يعني انا بس قبل ما نجاوب على السؤال ده، في سؤال شاغل بالي، الناس اللي بتربي حيوانات بقى في بيتها زي الكلاب زي القطط زي في ناس بالفران البيضاء الحاجات دي كلها، هل يعني هناك منظمه الصحه العالميه بتقول ان دوم بينقلوا ايضا ايه الامراض، يعني ممكن ينقلوا السارس عفوا الكورونا ايضا اللي فيه، فهل تنصح بقى الناس اللي بتربي كلاب وبتربي قطط وبتربي الحيوانات الاليفه جوه في منزلها، هل ان هي تعزلهم ولا تعمل ايه بالظبط في ظل ان احنا بنقول للناس خليكم في البيت؟ الحاجه الاولانيه بس عشان يبقى فصل شديد، لغايه دلوقتي من ساعه ظهور هذا المرض ومن بدايه من قبل كده لم تظهر حاله نقل حيوان البيت ان بنسميها البيت ان الحيوانات المنزليه ما نقلتش وما وصلتش الفيروس للانسان، وبالتالي ده غير موجود نهائي ولم يثبت حاله حتى الان حتى تاريخه لغايه اللحظه اللي انا قبل ما بكلمك عليها في السي دي سي موجود فيها، ما فيش حاله لم تثبت اي حاله للناس اللي مربيين حيوانات اليفه ان انتقل منه وان اصيبوا بالمرض. دي بس عشان تبقى جزئيه نخلص ما حدش يسال فيها تاني. لكن هو اللي فيها دلوقتي ان في ايه، ممكن الحيوان لو الحيوان ده قطه او كلب في البيت او كده، لو تعرض ان في حد عطس، نفترض واحد حامل للميكروب وعطس، العطس ده بيرتج عنه افرازات، الافراز دوت بيبقى ممكن يبقى من ضمنه اللي هو بيبقى موجود فيه الفيروس، فلو جه على الجلد بتاع الحيوان او الشعر بتاعه هيفضل متوقف عليه، واقف على جلد الاسيان الشعر بتاع الكلب او القطه. لو انا جيت بعد كده طبطبت عليه او حسست عليه او عملت عليه، ممكن في الحاله دي انا هيتنقل لي انا الفيروس، بس مش منقول لي من الحيوان، هو ده بيعتبر زي كانه يعني ممكن بالعطس بقى يعني طبعا لا او ممكن هو طبعا دلوقتي ثبت كذا حاجه في وجود الفيروس، ودي لازم نقولها. يعني المشكله الكبيره اللي موجوده في ايطاليا دلوقتي سببها ايه؟ طلع ان الفيروس لما بدا هناك انتشر، كان بينزل على الارض بكميات كبيره جدا من الناس اللي كانت بتعطى، فكانت الناس رايحه جايه وما كانش فيه اهتمام في البدايه، فكان كله واخد الفيروسات في رجليها رايح جاي، وكلهم واخدين ما كانش فيه اهتمام شديد، كله خد الفيروسات جوه البيوت، فحصلت الكارثه اللي هي موجوده عندهم دلوقتي. ولذلك انت هيك هتحس ان الصين لما بدات من ضمن الحاجات اللي هي عملتها انتشار السيارات اللي هي كانت بتمشي تغسل الشوارع وبتنشر في الهواء وفي كل حته، لان الفيروس ممكن يبقى معلق في الهواء، ممكن برضو الحيوان الاليف ده وهو واقف والفيروس معلق في الهواء ممكن ياخده في الشعر بتاعه. فلذلك احنا بننصح لو انت عندك حيوان اليف في المنزل سواء قطه او كلب، بعد لو انت هتطبطب عليه او تلمسه او تشيله او تحطه، لازم تغسل ايديك بعدها بالميه الصوديه، اللي هي التطهير العادي اللي احنا بنطالب بيه ده كله. لو انت بتستخدم اي حاجه من الحاجات، بتحط له اكل، بتاكله، بتشربه، بتعمله، بعد ما بتعمل اي اجراء من الاجراءات دي كلها، لو سمحت طهر ايديك بعدها، نوع من الاحتياط الزايد عند الانسان، لان
زي ما بقول لك في حاجات جديده مش ده فيروس جديد لسه ما انتش عارف وسائل نقله ايه لغايه دلوقتي، في حاجات كتير عماله تظهر كل يوم. طيب هرجع لك تاني يا دكتور بس هناخد اتصالين. هناء اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بتوطي التلفزيون من فضلك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. حاضر تمام. بقول لحضرتك بعد اذنك عايز اسال بس الدكتور سؤال. أني دكتور فؤاد انا اللي حضرته قاعد جنبك. انا عايز اسال على الكحول لان احنا مش لاقيينه. طيب احنا مش لاقيين الكحول خالص. وفي مشكله ثانيه انا نفسي اوصلها مش عارفه اوصلها لمين بصراحه. احنا من شبرا الخيمه شارع اسمه شارع اللواء، الشارع ده فيه فايبر حاليا مفتوح، الشارع متبهدل والفايبر مليان ناس كتير. انا مش عارفه ابلغ مين ولا اتكلم مين. انا زعلت ان لو ابني فيه انا هزعل. طب روحي انزلي وروحي القسم واعملي محضر هناك وقولي وكلمي واعتقد ان رجال الشرطه قايمين بدورهم ايه كامل يعني. ففي ناخد محمد. اتفضل يا محمد. طب انا هعلي واسمع صوتك. وطي التلفزيون من فضلك. الو. ايوه اتفضل وطي التلفزيون يا اخ محمد. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. ايوه اتفضل وطي التلفزيون يا محمد. انما يا ريس انا عندي مشكله جامده انت فاهمني، وجايبين كارد من كارد التفاهيل دوت ومش عارفين اللي احنا ندفع، والتفاهيل ديت بيقول لك لازم تدفعه لازم تدفعه، واحنا ظروفنا يعني احنا ناس ارزاقيه وجايبين الكارد دوت نعمل ايه خدمتك. هو على كلنا وخارج نطاق الحلقه، لكن ايه ان شاء الله اسيب رقبك في الكنترول وهنجاوبك عليه ان شاء الله. شكرا. دكتور رامي يمكن الناس بتتكلم على الكحول كأن يعني المسألة ان احنا وصلنا للناس ان الموضوع هو الكحول، مفيش الكحول يبقى ايه الدنيا خربانة يعني. هل يعني نقدر نطمن الناس نقول لهم ان هناك في بدائل بدل الكحول؟ يعني على سبيل المثال مثلا لما بنقول مثلا الغرغرة، في بعض من الناس بيقولوا مش عارف يعني انا في الوصفه دي هي وصفه بلدي، يقول لك شويه ملح على شويه ميه على شويه خل ويدوبهم وغرغر ايه غرغر ايه غرغر. لكن الكحول دي مشكله دلوقتي يعني، ازاي انت النهارده كصيدلي النهارده يعني نحل الناس كلها تتكلم؟ لا اللي بتتكلم على يعني جوانتيات ممكن نقول متوفره خلاص، القوات المسلحه منزله الحمد لله جوانتيات، منزله الكحول، منزله حاجات كتيره. يمكن في بعض الناس مش عارفين ايه الاماكن، لكن بعد ايام هيتم نشر ايه كل ايه في كل نجوع ايه مصر ان شاء الله. لكن إن بالنسبه للكمامات الناس يعني انا كنت النهارده لولا صديقي الدكتور عمرو اداني الكمامه عشان اطلع بيها الحلقه، لان الكمامات يعني ايه في يعني صغيره وبتتقطع على طول من ايه من الجنب، اضافه الى ان الكحول فيه بيكون زي الميه يعني كانك بتحط ايه نسبه ما بقاش ايه الكحول ايه فيه. ايه البديل؟ ما هيك بص زي ما قلنا قبل كده هو يعني قلنا في اللي هو الهيدروجين بيروكسيد اللي هو الايه اللي هو الماء الاكسجين تمام، وعندنا بقى الديتول. بس هو الحالات دي طبعا في حاله ان انت طالع بره البيت، فاحنا اصلا ملزم من الناس الفتره دي الفتره الجايه ان هي تفضل قاعده في البيت عشان الموضوع ما ينتشرش. يعني انا مثلا بنزل مضطر انزل ليه عشان اشوف مثلا الناس محتاجه ادويتهم ايه، محتاجه اشوف العيانين، بنزل عندي الصبح مستشفى، فدي حالات دي كلها مشاويري يعني انا بنزل لحالات مثلا عشان صحه الناس، لكن مش من الطبيعي ان المفروض الفتره دي الناس تفضل قاعده في البيت، فمش محتاجين حاجه غير الصابون. ده المفروض ان هم يقعدوا في البيت مش مفروض بالظبط يعني يفضلوا قاعدين في البيت وما عندهم مش هيحتاجوا حاجه غير الصابون والميه بس. هو ده اللي هم محتاجين والكلور للاسطح. طب الناس بتتكلم عن الغلاء اللي موجود في الطمع والجشع اللي فيه، البعض بيحمل الصيدليات يعني بيقول لك مثلا الناس بتقول لك في شركات بتجيب الحاجه بسعر ويروح الصيدليات حاطين سعر ايه اخر. طيب هو بص هيك هو الموضوع دلوقتي ما بقاش يعني مش استغلال، هو اكتر حاجه ان هو دلوقتي بقى ندره تمام. المواد الفعاله اللي شغاله مثلا عشان نصنع بيها الكحول، الازايز، هو ممكن يكون مثلا موضوع في الازايز اكتر من الازايز هو ده اللي فيها شويه ايه تجاره، لكن الماده نفسها لا بتزيد مثلا عقبال لما تجيب حاجه مستورده والكلام لا ده. لا يعني انا سؤالي كان واضح ان الشركه بتنزلها لك مثلا بخمسه انت بتخليها ب 15. لا مش للدرجه دي، هي بتبقى المكسب بالكتير. انا ما بتكلمش عليك انت، لا انا بتكلم عامه هو المكسب بيبقى في حدود بالكتير 10% 15% ده اذا يعني في الرينج ده ما بيزيدش عن كده. ودايما اصلا حتى بنوري الناس الفواتير بتاعتنا
يعني مثلا لو الناس بتبقى دايما بتبقى جايه طبعا في نظريه مؤامره ان احنا معلين ومستغلين الفرصه ان كل الطلب على الكحول والطلب على السانيتايزر والطلب على الماسكات والكلام ده كله، لا احنا بنوري كل واحد الفواتير ان هو جاي لنا بالسعر كذا. انا لما ما زود عليها جنيه ولا 2 جنيه يبقى انا كده ما ضايقتش الزبون في حاجه. طيب معايا علاء ومعايا ساره، قبل ما اخش للدكتور شهاب اتفضلي. فضل علاء، علاء فصل معلش. ساره السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايزة برضو اعمل مداخلة على غلو الحاجة خالص. انا الحاجة في الصيدلية غالية عليا قوي ومش عارفة اجيبها. ودلوقتي الجوانتيات بقت العلبة عشان انزل اجيب علبة بعد ما الصيدلية قالت لي بمية جنيه رجعت قالت لي بتلتمية جنيه فيها مية جوانتي. وانا مش لاقية كحول ولقيته غالي. انت ساكنة فين؟ انت ساكنة فين؟ غالي كده. نعم؟ انت ساكنة فين؟ احنا في اسكندريه. اسكندريه ماشي. طيب شكرا. كل حاجه غاليه وغلوها علينا. حضرتك كنت لسه بتقول ده متاح ومش متاح، مفيش حاجه متاحه حوالينا في اي حاجه على فكره. ماشي يا ساره، هنوصل رسالتك للمسؤولين ويا ريت محافظه اسكندريه، يعني واعتقد ان سياده المحافظ يعني مهتم بهذا الموضوع وكل الدوله يعني مهتميه بتوفير ايه هذا ايه الموضوع. دكتور عبد الحميد، يعني اسال سؤال وده هو السؤال الاخير، هل نستطيع نقول ان يعني انتشار ان الموجه بيقولوا في موجه تانية لهذا ايه الموضوع تلتة. وموجه ثالثه، هل الموجه التانية هتكون اخطر من الاولى والموجه الثالثه هتكون هي الاخطر الكارثه؟ يعني هناك خبر النهارده الجزائر وصلت لمرحله الموجه الثالثه. بالظبط كده، هي طبعا بتبقى مراحل معينه، بدايه انتشار المرض. يمكن احنا عندنا في مصر سبب انتشار المرض عشان نبقى برضو أمنا مع نفسنا، اولا في البدايه كان لازم في البدايه اشكر، عايز اشكر فعلا الدوله عندنا في مصر، عايز اشكر الحكومه، عايز اشكر كل الاجهزه اللي قايمه فعلا بدورها كما ينبغي وماشيه بتأني وماشيه بشكل علمي مظبوط في الامر دوت. احنا كانت سبب عندنا هي كانت السياحه، لذلك المناطق السياحيه يمكن هي اللي بدات في الاول، منطقه الاقصر اسوان الغردقه شرم الشيخ، يعني ده كانت هي اللي كانت البدايات اللي بدات فيها وبعد كده انتشر. الخطوره كلها في ان اللي بيتعامل مع سياحه او اللي هو بياخد المرض او اللي بيحمل المرض بيتعامل في اليوم مع اكثر من شخص، فده بالتالي انت بدل ما كان واحد بقوا 15 وال15 هكذا ينتقلوا وهكذا وهكذا وهكذا، فانت كده بتعمل. فعمليه حكايه الناس تقعد في البيت هي دي المرحله اللي هي المرحله الثانيه اللي احنا فيها دلوقتي، ان دلوقتي انت كده حجمت المرض في الناس اللي عندها المرض. يعني اللي حامل المرض بس هو اللي عنده، ولذلك الناس كلها، ودي ارجو الناس كلها تستوعب لان ده في منتهى الخطوره. كلنا نقعد في البيت، نقعد في البيت ليه؟ مش عشان الدوله عايزانا نقعد في البيت ونحط ايدينا، لا، علشان المرحلة دي هنحدد فين المرض فين موجود عند مين، اللي عنده خلال ال 14 يوم هيبتدي يظهر عليه. بعد ال 14 يوم يبقى انت كده لو فعلا حكمت وعملتها صح، فانا خلاص حددت المرض عندي فين. الكيرف بعد كده لو انت مظبوط وعامله مظبوط هيبتدي ينزل، هذا الكيرف ينزل. لكن زي ما حصل في ايطاليا كده، ان الناس خرجت دخلت خدت الفيروس كله في الاحذيه والجزم وبتاع ودخلته كلهم البيوت، بهدل الدنيا كلها، مش هتقدر تلمه لان النهارده الواحد بيبقى 10 وال10 بيبقى 100 وهكذا. طيب احنا لازم نشكر الدكاتره الصيادله عشان ما نلاقيش قدامي غير دقيقتين، دقيقه ليك ودقيقه للدكتوره فيه. ايه تقول ايه للجمهور وللصيادله؟ بالنسبه للجمهور يعني ان شاء الله يعني كل واحد يفضل في بيته عشان بس الموضوع بس ما ينتشرش اليومين دول، وكل واحد يهتم بالنظافة الشخصية ونظافة الرئة. يفضل مثلا ان احنا نستعمل على طول الغرغرة بمية بملح عشان الموضوع ده برضو اكتشفوا ان الفيروس بيفضل في الزور لفترة ما بين 3 ايام لاربع ايام، ودي كفيلة ان احنا ممكن نلحق نفسنا لو بدأت تحس بأي وجع في الزور ولا اي حاجة، عشان الفيروس يكون نزل للمعدة ويتعامل مع عصارة المعدة ويعرف يموت الفيروس. وبالنسبة للصيادلة هم الحمد لله يعني انا مقتنع انه كل واحد بيقوم بدوره، ومحدش من الصيادلة بيعمل دور يعني فوق دوره، ولو في اي حاجة تحت صعبة بالنسبة له بيروح محوله على طول للطبيب البشري. واحنا طبعا بره موضوع اي غلاء في الاسعار، ما اظنش ان هو الموضوع تحت ايدينا احنا قوي شخصيا، عشان احنا مش احنا اللي بنصنع الحاجة،
مش احنا اللي بنعمل الحاجة، احنا مجرد الحاجة بتجيلنا وبنفيد الناس بيها بطريقة معينة، لكن ما بنزودش بطريقة معينة على الناس. دكتور شديدة. عبد الحميد تنصح الناس بايه؟ انا بنصح الناس في المرحلة اللي احنا فيها، لان دي اخطر مرحلة، اقعدوا لو سمحتوا خليكم في البيت، كل يقفل على نفسه في البيت، حتى لو حسيت بالشعور بالمرض او شعات او حسيت بيه خليك قاعد في البيت واتصل بالتليفون وكل شيء هي. بالنسبه لحاجات الغلاء والناس اللي بتتكلم على الحاجات دي كلها، الدوله موفره كل حاجه، والايام اللي جايه دي هتلاقي فيها عربيات متوفره موجوده في الشوارع بكل المعدات المطلوبه، المطهرات، القفازات، القمامات، كل ده من خلال جهاز الجيش فعلا هيوفر كل ده. بس احنا المطلوب دلوقتي من الناس لو سمحتم خليكم في البيت والدوله وفرضت كل حاجه. الاخ اللي بيقول لك عنده قرض وعنده الدوله شالت الفوائد القروض وشالت الدوله سهلت، عملت تسهيلات ائتمانيه كثيره جدا عن طريق البنوك، وفرت كل حاجه. فلو سمحتوا ساعدوا الدوله، ساعدوا البلد عشان نعدي او ننقذ من اللي احنا فيه. بالتاكيد زي ما قال الدكتور عبد الحميد، يعني يا شباب عبد الحميد لازم المره دي ان احنا الدوله الحقيقه وفرت كل شيء، كل شيء وفرته، وفرت الدوله يعني كل الامور، وكان في يعني خليه الازمه اللي كانت موجوده، ودي كانت لاول مره بنجد ان في خليه ازمه قاعده 24 ساعه وبتتابع كل التطورات، لان الخطوره موجوده. يمكن ان القوات المسلحه دلوقتي بدات تنزل ترش، وبدات ان هي توفر امور كتيره جدا، اضافه الى الشرطه بتقوم بدورها كبير جدا ولتطبيق القانون وتطبيق القرارات اللي صادره من مجلس الوزراء. يعني كل الاجهزه الدوله قايمه كلها بتتكاتف ايه مع بعض. احنا هنا كمان الاعلام بنقوم بدورنا، لكن اللي ناقص حاجه واحده بس، ناقصه ان انت تخليك في البيت، ومش بس تخليك في البيت، ان اي واحد قاعد على التويتر او الفيسبوك او قاعد على اليوتيوب او اي شيء يوصل المعلومه الصح، ما يقعدش يكتب ايه اي حاجه ويوصل المعلومه الصح وما يعملش بلبله او شوشره اي شيء. وبنقول يا جماعه الناس اللي في النجوع والناس اللي في القرى لازم نوعيهم، بلاش نروح افراح، بلاش نقعد عند دوار العمده، بلاش وبلاش 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 وبلاش، علشان ده اللي بيوصل لينا ايه المرض. احنا النهارده حقيقي لازم نتكاتف ولازم نقول اني خليك في البيت، ده الاهم والاحسن لينا، عشان زي ما قال الدكتور شهاب عبد الحميد وده قال الدكتور رامي محمود ان ده اللي هيؤدي الى انحصار المرض. على كل شكرا للدكتور شهاب عبد الحميد، بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا للدكتور رامي عمرو محمود، شكرا لحضرتك، بشكر كل الساده المشاهدين اللي اتصلوا بينا خلال الحلقه، وكنا يعني نتمنى ان الوقت البرنامج كان يكون اكتر من كده عشان نتكلم، لكن ان شاء الله في الحلقات القادمه ان شاء الله. بشكر الاستاذ محمد رمضان اللي هو المنتج الفني والمنتج هذا الحلقه والبرنامج يعني، ايضا بشكر محمد الملكي، بشكر تامر، وايضا اشكر المخرج محمد شحاته وكل الزملاء اللي هم كانوا معانا النهارده سواء اللي على الكاميرا او خلف الكاميرا، وكل ده يعني بنشكرهم وزملائنا في الكنترول. والقاكم ان شاء الله قريبا ان شاء الله في حلقه جديده باذن الله. حتى ذلك الحين لكم مني ارق المنهى، هو طارق عبد الجبر يقول لكم في امان الله وخليكم في البيت.